يوم مع بعض كتابة الحروف العربيه هيا لنبدا على بركه الله نبدا بحرف الالف يعتبر حرف الالف اول الحروف العربيه اسد يبدا بحرف الالف في البدايه اقوم برسم عصا من اعلى لاسفل ثم ارسم فوقه الهمزه هيا نعيد كتابه الحرف في البدايه اقوم برسم عصا من اعلى لاسفل ثم ارسم فوقه الهمزه الان حرف الباء بطه تبدا بحرف الباء ارسم صحنا واسعا وليس هميقا ثم اضع تحته نقطه هيا نعيد كتابه الحرف ارسم صحنا واسعا وليس هميقا ثم اضع تحته نقطه الان حرف التاء تمساح يبدا بحرف التاء مثل حرف الباء أرسم صحنا واسعا وليس عميقا، هذا الحرف يكون جائعا أكثر من حرف الباء، فهو لا يكتفي بنقطة واحدة، هذا الحرف يحب الطعام، ولذلك سأضع بداخله نقطتين متجاورتين، هيا نعيد كتابة الحرف، أرسم صحنا واسعا وليس عميقا، سأضع بداخله نقطتين متجاورتين، الآن حرف الثاء، تعلم يبدأ بحرف الثاء مثل حرف الباء والتاء، أرسم صحنًا واسعًا وليس عميقًا. هذا الحرف أكثر جوعًا من حرف التاء، لهذا سأضع بداخله ثلاث نقاط. شهية طيبة يا حرف الثاء. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم صحنًا واسعًا وليس عميقًا، سأضع بداخله ثلاث نقاط. الآن حرف الجيم. جمل، يبدأ بحرف الجيم. ارسم خطاً قصيراً ثم ارسم نصف دائرة بحيث يتصل أحد طرفيها بالجهة اليمنى من الخط واضع نقطة في بطنه هيا نعيد كتابة الحرف ارسم خطاً قصيراً ثم ارسم نصف دائرة واضع نقطة في بطنه الآن حرف الحاء حسان يبدأ بحرف الحاء مثل حرف الجيم أرسم خطاً قصيراً ثم أرسم نصف دائرة، لكن لا أضع نقطة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم خطاً قصيراً ثم أرسم نصف دائرة. الآن حرف الخاء. خروف يبدأ بحرف الخاء، مثل حرف الجيم والحاء. أرسم خطاً قصيراً ثم أرسم نصف دائرة، ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم خطا قصيرا ثم أرسم نصف دائرة. ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة. الآن حرف الدال. دجاجة تبدأ بحرف الدال. أرسم خطا مائلا ثم ألصق به خطا قصيرا. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم خطا مائلا ثم ألصق به خطا قصيرا. الآن حرف الذال. ذئب. يبدأ بحرف الدال حرف الدال يشبه حرف الدال لهذا سأرسم خطا مائلا ثم ألصق به خطا قصيرا ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم خطا مائلا ثم ألصق به خطا قصيرا ثم أضع فوق رأسه نقطة واحدة الآن حرف الراء رجل يبدأ بحرف الراء حرف الراء عباره عن خط منحني انه يشبه الزحلوقه كم احب التزحلق يا اصدقائي هيا نعيد كتابه الحرف ارسم الزحلوقه الان حرف الزاي زرافه تبدا بحرف الزاي حرف الزاي يشبه حرف الراء ارسم الزحلوقه واضع فوق راسها نقطه واحده هيا نعيد كتابه الحرف ارسم الزحلقه واضع فوق راسها نقطه واحده الان حرف السين سمكه تبدا بحرف السين سارسم صحنين صغيرين وبجوارهما صحن كبير وعميق هيا نعيد كتابه الحرف سارسم صحنين صغيرين وبجوارهما صحن كبير وعميق الآن حرف الشين: شمس تبدأ بحرف الشين، مثل حرف السين، أرسم صحنين صغيرين، وبجوارهما صحن كبير، لكن هذا الحرف يحب الطعام كثيرا، أضع فوقه ثلاث نقاط، هيا نعيد كتابة الحرف، أرسم صحنين صغيرين، وبجوارهما صحن كبير، أضع فوقه ثلاث نقاط. الآن حرف الصاد: صوص، يبدأ بحرف الصاد، أرسم شكلاً بيضاوياً، وبجواره صحن كبير وعميق. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم شكلاً بيضاوياً، وبجواره صحن كبير وعميق. الآن حرف الضاد: ضفدع، يبدأ بحرف الضاد، مثل حرف الصاد، أرسم شكلاً بيضاوياً وبجواره صحن كبير وعميق، وبما أنه يحب الأكل، أضع فوق رأسه نقطة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم شكلاً بيضاوياً وبجواره صحن كبير وعميق، أضع فوق رأسه نقطة. الآن حرف الطاء. طائرة تبدأ بحرف الطاء. أرسم شكلاً بيضاوياً، أغلق الشكل البيضاوي بخط. وأرسم له عصا فوقه. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم شكلاً بيضاوياً، أغلق الشكل البيضاوي بخط، وأرسم له عصا فوقه. الآن حرف الظاء ظرف يبدأ بحرف الظاء، حرف الظاء يشبه حرف الطاء. أرسم شكلاً بيضاوياً، أغلق الشكل البيضاوي بخط، وأرسم له عصا فوقه، وأضيف له نقطة فوقه. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم شكلًا بيضاويًا، أغلق الشكل البيضاوي بخط، وأرسم له عصا فوقه، وأضيف له نقطة فوقه. الآن حرف العين: عصفور، يبدأ بحرف العين. أرسم نصف دائرة صغيرة، وأسفلها نصف دائرة كبيرة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم نصف دائرة صغيرة، وأسفلها نصف دائرة كبيرة. الآن حرف الغين. غيوم، تبدأ بحرف الغين. حرف الغين يشبه حرف العين. أرسم نصف دائرة صغيرة، وأسفلها نصف دائرة كبيرة، وأضع فوقه نقطة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم نصف دائرة صغيرة، وأسفلها نصف دائرة كبيرة، وأضع فوقه نقطة. الآن حرف الفاء، فراشة. تبدأ بحرف الفاء. أقوم برسم دائرة صغيرة وألصقها بصحن واسع ولكنه ليس عميقاً وأضع فوقه نقطة واحدة. هيا نعيد كتابة الحرف. أقوم برسم دائرة صغيرة وألصقها بصحن واسع ولكنه ليس عميقاً وأضع فوقه نقطة واحدة. الآن حرف القاف قط يبدأ بحرف القاف. يجب أن تنتبهوا أصدقائي حرف القاف لا يشبه كثيرا حرف الفاء ارسم دائره صغيره والصقها بصحن واسع ولكنه عميق واضع فوقه نقطتين هيا نعيد كتابه الحرف ارسم دائره صغيره والصقها بصحن واسع ولكنه عميق واضع فوقه نقطتين الان حرف الكاف كلب يبدا بحرف الكاف ارسم هذا الشكل وأرسم بداخله هذا الشكل الصغير. هذا الشكل يشبه نوعاً ما الكاف في بداية الكلمة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم هذا الشكل، وأرسم بداخله هذا الشكل الصغير. الآن حرف اللام. لعبة تبدأ بحرف اللام. أرسم هذا الشكل، إنه يشبه المغرفة، لأن له يداً طويلة، وصحن صغير، أليس كذلك؟ هيا نعيد كتابة الحرف، أرسم هذا الشكل، إنه يشبه المغرفة. الآن حرف الميم: موز، يبدأ بحرف الميم. أرسم نصف دائرة صغيرة، وأربط معها شريطة، أنزلها للأسفل. هيا نعيد كتابة الحرف، أرسم نصف دائرة صغيرة، وأربط معها شريطة، ننزلها للأسفل. الآن حرف النون. نحلة، تبدأ بحرف النون. أرسم صحناً عميقاً، ثم أضع فوقه نقطة. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم صحناً عميقاً، ثم أضع فوقه نقطة. الآن حرف الهاء. هلال، يبدأ بحرف الهاء. أرسم هذا الشكل. هيا نعيد كتابة الحرف، أرسم هذا الشكل. الآن حرف الواو، وسادة تبدأ بحرف الواو. أرسم دائرة صغيرة، وأربط معها زحلق. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم دائرة صغيرة، وأربط معها زحلق. الآن حرف الياء. يد تبدأ بحرف الياء، أرسم نصف دائرة وأربط معها صحنا كبير وواسع، ثم أضع تحته نقطتين متجاورتين. هيا نعيد كتابة الحرف. أرسم نصف دائرة وأربط معها صحن كبير وواسع، ثم أضع تحته نقطتين متجاورتين.